نحن الآن على الطريق الواصل ما بين مدينتي الباب وبزاعة بريف حلب الشرقي، حيث استهدف الطيران اليوم طبعا شخص على هذا الطريق ما أدى إلى مقتله وإصابة شخص آخر بجروح على مدخل مدينة بزاعة شرق حلب. طبعا فرق الدفاع المدني السوري وقوى الأمن الوطني العام تتواجد في المكان من أجل تأمينه بعد هذا الاستهداف. معي هنا أحد الشاهدين على هذا الاستهداف، مرحبا بك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أهلا يا ابن أخوي. ماذا حصل هنا؟ والله يا ابن أخوي بركي عم بقول لك بالبيت ما سمعنا صوت الصواريخ، نزل طلعنا نركض ما في حدا، لا رايح لمشرق ولا رايح لمغرب، فهمت علي؟ ما شفنا الا الموتور، جينا نركض ليش بالأرض والصواريخ الداخلات بالهذا، ما سمع صوت طيران. الطريق كان شغال لما بس هذا الشخص كان عليه، ما في غير هذا شغال، هذا عليه يعني حاجه، بعدين صارت تجي تروح العالم وتجي. طيب هاي الصواريخ اللي تم الاستهداف فيها هي عاده تسقط على هاي المنطقه لما في لها اصوات غريبه او كذا؟ اول امبارحه بالليل ضرب صاروخ وقع بعده بشوي، شماليته بشوي بالليل. نعم إيه؟ هذا هو اللي شفناه يا ابن اخوي. نعم الحمد لله. الله يسلمك يا روحي يا ميت. اهلا وسهلا. إذن كما سمعنا أن الطائرة الحربية هنا في مدينة الباب بريف حلب الشرقي كانت تجول منذ أيام، واستهدف طبعا هذا الطيران اليوم هذا الشخص الذي لم يتم تحديد هويته حتى الآن. طبعا هذه هي الدراجة النارية، لو استطاعت الكاميرا أن ترصدها، طبعا التي كان يقودها هذا الشخص، فيما أيضا كان هنالك استهداف في العام الماضي مماثل لهذا الاستهداف في مدينة الباب قرب دوار العلم. هذه طبعا ليست المرة الأولى الذي يتم استهداف مدينة الباب بطائرات مجهولة لم تحدد طبعا نوعيتها أو نوع الصواريخ الذي يتم الاستهداف بها، أو حتى أيضا الأشخاص الذين يتم استهدافهم في المدينة. من مدينة الباب شرق حلب، محمد السباعي، حلب اليوم.